السلام عليكم أستاذة، تحياتي ليك وشكرا ليك وشكرا على الاستضافة ديالك لينا اليوم هنا في المكتب ديالك، مكتب ديال الأصوات. بداية وقبل ما نتكلم معك بغينا منك واحد البطاقة تعريفية قصيرة. شوف، معك أستاذة لبنى الصغيري، محامية بهيئة الدار البيضاء، مقبولة لدى محكمة النقد، برلمانية عن حزب التقدم الشرفية لجهة الدار البيضاء سطات، عضوة المكتب السياسي لحزب التقدم الشرفية، عضوة المكتب التنفيذي لمنتدى المناصفة والمساواة اللي كيهتم بالقطاع النسائي، وعضوة المكتب التنفيذي لمنظمة طلائع أطفال المغرب اللي كتهتم بالطفولة واللي كان المؤسس ديالها الرافق ديالنا السي عزيز بلال. شكرا لك وما شاء الله أستاذة. باش بغيتينا نبداو معاك، وباش من صفة كتختاري اليوم يعني من هاد الصفات اللي عندك تبارك الله؟ إلا بديتي البال ملي قلتي لي بطاقة تعريفية بديت بشوف، علاش بديت تشوف؟ شوف، ما كاينش ما حسن من تا إنسانيت. ربما كنا كنحملوا العديد من الألقاب، ولكن كتبقى الروح النضالية، الروح الحقوقية اللي كنحملوها كاملين هي الهاجس اللي كيخلي كل شخص مناضل في الساحة كيكتسب نتيجة النضال ديالو مجموعة ديال الألقاب وديال الصفات. غدوي معاك الإنسانة لبنى الصغيري، اللي بنت الشعب، اللي أكيد سبق لي في حياتي العادية تعاملت مع مجموعة من الناس اللي من ضمنهم الموضوع اللي انت غادي تعرض عليا النقاش فيه اليوم. داكشي علاش ما غنقولش شكون باش ما نحرقكش. اكيد استاذة، والموضوع ديالنا اكيد كما تعلمين بطبيعة الحال غادي نرحلوا بك اليوم للموضوع ديال الوكيل العقاري بالمغرب. شوف، انا اولا تنشكرك لانك اهتميتي بهذا الموضوع، ومن خلالك خاصه وكنشد بيد بحراره على جمعيه الاخلاص اللي سهرات على تنظيم هذا اللقاء الوطني ديال الجمعيات الوكلاء والوسطاء العقاريين بالمغرب. اكيد اللي غادي يكون غطاس غدا ان شاء الله. لان باش تكون عندك المبادره لجمع الشتات، الجمع اللحمه، المبادره ديال انك تكون سباق لتنظيم هذا اللقاء الوطني ديال هذه الشريحه ديال الناس اللي كيف قلت ما يمكنش ما يكونش شي مغربيه ومغربي ما تعاملش معاهم. كنا كنشريو الديور، كنكريو العقارات، كنشريو الاراضي، الاصول التجاريه. حاليا الوكيل العقاري احيانا ولا خاصه اللي عنده السمعه الطيبه، الناس ربما تيجئوا ليه حتى باش يتزوجوا، حتى باش يتشاوروا، حتى باش يشريوا الثوب. وبالتالي هذا واحد الدور اللي من الاهميه بمكان، واننا ننتبهوا ليه ونشتغلوا عليه، هو كيبقى امر ضروري. داكور استاذه، منطق يعني من المنظور القانوني اليوم او من الشق القانوني اليوم كاستاذه وكمحاميه، كيفاش شنو هي القراءه ديالك على على النص القانوني؟ انا من المؤيدين لمشروع القانون 36/17 اللي يتعلق بتنظيم مهنه الوكلاء العقاريين، وانا سعيده جدا ان هذا المشروع كان حامل اللواء ديالو والشغل عليه حزب التقدم الشراكية اللي كان آنذاك على رأس السلطة الحكومية المكلفة بالسكنة، في شخص السيد أمين العام اللي كان آنذاك وزير ديال السكنة والتعمير، وكذلك من بعد في شخص الرفيق ديالنا السي عبد الأحد الفاسي اللي كان وزير ديال هذا القطاع الحكومي هذا. كيف قلت، الوكيل العقاري ربما في كل زنقة في كل حي كتلقى محل واحد ولا جوج ديال الوكلاء العقاريين. من طبيعة الحال من غير دوك يكونوا ما بينينش، حجام، خضار. بصح اللي ما داكشي، علاش كان من الضروري خاصة أمام هذا الدور الكبير اللي كيقوموا به. كيف قلت لك، أي شاب وشاب باغي يتزوجوا خصهم يكريو، اي شاب وش اي مراه وراجل داروا واحد البركه خصهم يشريو،
يشريو دار كيتقال قبر الحياه، كيشريو ارض يبنيو، كيشريو الناس دابا كتوصل للسكن المجامله، كاين الاصول التجاريه، كاين الشركات، وهذه ادوار اجتماعيه كيقوموا بها هاد الناس. ناس اللي سمح لي نقول لك بكل صراحه كيبقاو مخوسين، وداك التعبير سمح لي نقوله لك بين قوسين ديال السمسار، هو تعبير لا يليق بهاد الناس، خاصه وانه حاليا تلقاو اساتذه جامعيين واصحاب اجازات، اولا كنلقاو واحد السيد اللي عمرو كله دوزو في هاد المهنه، وبالتالي ماشي غير حريفي وكتسب وشرب الماء المهنه، وانما عنده في من خلالها واحد السمعه، وعنده واحد الى جانب الناس اللي كتسرب، الناس اللي كتجي بين ليله وضحاها وكيفتح لك حتى هو محل وكيقول حتى انا وكيل عقاري وهو لا علاقه له بهذه المهنه. وبالتالي انا الاوان، ربما احنا معطلين الا حسبنا من 2016 لدابا، احنا امام 8 سنوات، احنا مقبلين على 10 سنين. المشروع كنتمنى ان السيده الوزيره تدفع به، يخرج من الامانه العامه للحكومه، ياخذ الاليه التشريعيه ديالو والمسار التشريعي ديالو، يوصل للبرلمان نشتغلوا عليه ويخرج، لانه ما يمكنش هاد الناس هادو اللي هما بواحد الكثافه كبيره، واللي دابا ولا عندنا جوج الامور. دابا حنا كل التقدير والاحترام الناس اللي كتحترم راسها وكتقدم الخدمه ديالها حسب الاصول وحسب النصوص القانونيه والاعراف والتقاليد، ولكن عندنا جوج انواع كيف قلت. عندنا النوع اللي خطير جدا، وهو النوع ديال الناس اللي كتستعمل هاد المهنه هذه كوسيله من وسائل ديال غسل الاموال او لا ديال تمويل الارهاب. من اي اشرحي لي اكثر هذا الموضوع. هذا دابا ناس اللي عندها اموال من مصادر معينه، مصادر مجهوله، مصادر غير مشرفه، مصادر اللي كتدخل بطرق غير سليمه غير صحيحه، وبالتالي كيخصها تفرغ هذه الاموال هذه من خلال شراء العقارات. وهنا كنوليو في المضاربه العقاريه، كنوليو عقار اللي ربما كان كيسوح ثمن عادي وللقدره الشرائيه ولا الكرائيه ديال المواطن والمواطن قادين عليه، هاد الناس كيرفعوا لنا من هاد الاثمنه هذه، وبالتالي ولينا كنشوفوا العقار في بعض الاحيان كيوصل 30000 درهم للمترو، القدره الشرائيه ديال المواطن العادي ما كتجاوز 6000 درهم للمترو، وبالتالي هاد الناس الهدف الرئيسي ديالها هي ما تيهمهاش القدره الشرائيه، قدر ما كيهمها ان تضخ هذيك الاموال اللي هي متحصله عليها بطرق غير سليمه، بطرق اللي كيعاقب عليها القانون، اللي العقوبه ديالها هي عقوبه جنائيه وزجريه وعقوبات حبسيه اللي طويله الامد، وبالتالي هاد الناس كتجي كتخبى في هذا الاطار هذا، وكتقدر كي قلنا تسبب لنا في المضاربه العقاريه وتقضي لنا على القدره الشرائيه اللي هي اصلا فينا هي القدره الشرائيه ديال المواطن والمواطنه. النقطه الثانيه اللي كاينه وهي كيف قلت لك انه الناس اللي ولاد البلاد وكيعرفوا مثلا واحد منطقه معينه وكيعرفوا الساكنه والساكنه كيتثقوا فيهم، كيقدر يدخل عند الارمله ويدخل عند المطلقه وعند المراه الكبيره والراجل الكبير، ولا مثلا الناس العاديين اللي ما تيعرفوش ويقدر يتوسط ويدخل ويساهم يقدم المساعده في هذه المعاملات بواحد الشكل سليم. عوض هذا النوع ديال الناس اللي كنثقوا فيهم واللي كيقوموا بالادوار ديالهم بالكيف الجيد والمطلوب واللي غادي تنص عليه القانون، كيف قلت لك انه بين ليله وضحاها كيصبح عندك واحد الشخص، اولا كتجي القهوه كتلقى واحد السيفه ديال البشر عاطله عن عمل، تتقول اش كيدير، كيقول لك انا وكيل عقاري، اولا كيقول لك التعبير الاخر الشعبي ديال سمسار بالمعنى القدحي للكلمه، ديال ناخذ من عندك ما قمش بالواجب ديالي، ديال انني نعطيك مواصفات وهي لا تتناسب مع العقار، ديال النصب والاحتيال، ديال خيانه الامانه. والناس حنا كنعرفوا ان المغاربه هما الشعب اللي بسيط، الناس اللي كتصيق، الناس اللي لا دخلتي عليه بالعار لا درتي ليه كاس داتاي وفرحتي به يقدر يثق فيك ويعطيك داكشي اللي جمع الثروه ديالو كامله اللي جمعها. استاذ على ذكر واحد الكلمه اللي قلتي، واش في داز عندك شي ميل مثلا ديال النصب والاحتيال وخيانه الامانه وشي ديال داز عندي الوجهين، داز عندي الوكلاء العقاريين اللي خدموا باختصار بطبيعه الحال. لا نعاودش هذيك سر مهني انا ما يمكنش نعاود. كاين نوع اللي تيقدم الخدمه السليمه ديالو والمواطن او المواطنه كتستافد، ولكن ما كتاديش المقابل ديال السمساره وديال الوكيل العقاري اللي هو 2% من الثمن ديال الشيء المبيع.
وعندنا ملفات اللي مشينا فيهم محاكم تجاريه وتخلصنا فيهم. وكاين نوع ديال النصب والاحتيال اللي هو مواكيل عقاري ما عنده محل محل مهني ما معترف به وكيجي كيجلس اليوم وغدا في القهوه كيتصاحب مع الناس كيدير ديك الفهلوه وديك البلطجيه ديالو، الناس مساكن كتصيق وداكشي وكتسلموا الاموال. وعندي شي كدون رصيد ديال مبالغ ماليه مهمه ديال الشخص اللي خدا فلوس باش يقوم بواحد معامله معينه وما قامش، والقضاء كياخذ مجراه كيف قلنا. لا اخ انا القضاء اش كيقول في هذه الحاله؟ في الماده التجاريه كيحكم، وفي الماده الجنحيه كيتصدر الاحكام الزجريه اللي كتعاقب الناس بهذاك الفعل ديالها. بداك كان شي كدون رصيد راه كتعاقبو، كان نصب احتيال الضابطه القضائيه وسيد وكيل المالي كياخذ القرارات ديالو. سمعت المحكمه كتحكم ملي كتثبت ليها بان الفعل الجرمي راه قائم ومتوفر العناصر القانونيه. اليوم انت كاستاذه محاميه كبرلمانيه كيفاش كتشوفوا يعني ديال تنظيم هذا القطاع هذا؟ انا مع التنظيم. المقترحات ديالكم شنو هي؟ شوف انا مع التنظيم، انا مع مضامين النص 36/17 من ضروري اننا نحدو الخدمات اللي خص يقوم بها الوسيط، ضروري تحديد الخدمات ضمن مهام الوساطه، نحصروا شروط ممارسه المهنه بالنسبه للاشخاص. ما يمكنش من هب ودب، كيف قلت لك ما يمكنش واحد السيد اصبح عاطلا عن العمل ولا خرج من المؤسسه السجنيه فقط لانه يحسن الكلام، فقط لانه يحسن انه يخدع الناس ويعطي تاكيدات خادعه للناس نقولوا راه وكيل عقاري. ضروري نحدوا ضمانات خاصه بالناس اللي كتمتهن التعامل في الاصول التجاريه، في الممتلكات العقاريه، في التسيير العقاري. انا مع احداث بطاقه وطنيه للوكيل العقاري. بطاقه مهنيه؟ بطاقه مهنيه وطنيه تكون عندها واحد التسلسل معترف وطني. لا بطبيعه الحال معترف به، لان هذا الشيء كله راه التي تشرف عليه هي السلطه الحكوميه المكلفه بالسكنه، وزاره السكنه راه هي المشرفه على هذا الشيء كامل بناء على واحد القرار اللي كان ديال التعيين ديال السلطه الحكوميه بهذا المجال. نبقاو قلنا في مضامين ديال النص 36/17 ضبط العلاقه بين الوكيل وزبنائه، وكيف قلنا ما يمكنش انا نخدم لك وبالتالي ما تخلصنيش، وما يمكنش تجي تطالبني وانت ما خدمتيش. ضبط الجانب المتعلق بالمراقبه والتاديب، وبالتالي النص خصو يكون فيه نصوص زجريه انك الا خنتي الامانه ها عندك، النصب الاحتيال ها عندك، ما خلصتينيش ها عندك. وبالتالي بهذه الطريقه غنكونوا شددنا المراقبه على الوكلاء العقاريين، على وخاصه كيف قلت قبيله فيما يتعلق بغسيل الاموال وتمويل الارهاب، واستكملنا المنظومه القانونيه المتعلقه بهذا الاطار هذا اللي هو كيف قلنا اطار من الاهميه بما كان. هاد التداولات العقاريه، المغرب مقبل على انفتاح على دول اوروبيه، مقبل احنا قدوه بالنسبه للدول الافريقيه، بالنسبه لواحد مجموعه كبيره من الدول العربيه، وبالتالي ما يمكنش يكون عندنا قانون عندنا القانون مجموعه ديال القوانين المؤطره وما يكونش عندنا القانون الاطار اللي كينظم لنا هذا المجال ديال الوكلاء العقاريين. طيب استاذه اليوم كبرلمانيه هذا الموضوع واش سبق لي تناقش داخل قبه البرلمان؟ هو سبق للسيده النائبه البرلمانيه الاستاذه الداهي انها تارته، انا اخذت على عاتقي انني ساتقدم لاحقا وقريبا جدا بسؤال كتابي وحتى كذلك سؤال شفهي بخصوص الموضوع. انا مستعده لاستقبال الاعضاء ديال الهيئه الوطنيه، الاعضاء ديال الفيدراليه في الفريق النيابي ديالنا ديال حزب التقدم الاشتراكيه. كتعرفوا حنا حزب ديال المعارضه ولكن المعارضه البناءه، المعارضه التي تخدم مصالح الشعب، مصالح البلاد هذه. التوصيات ديالكم؟ توصيات جمع الشمل، لم الشتات، هاد اللحمه ديال الوكلاء العقاريين ستجتمع في هذا اللقاء الوطني، تخرج بالضغط على السلطه الحكوميه المكلفه بالسكنه انها تدفع باش هذا النص يخرج من الامانه العامه للحكومه، ياخذ مسار تشريعي ديالو، يجي البرلمان نشتغلوا عليه وتم المصادقه عليه في الغرفتين، لانه بالفعل كيقدم واحد الدور كبير ماشي غير للتنظيم والتاهيل والتاطير ديال المهنه
ديال الوكلاء العقاريين ولكن ديال الدوله المغربيه برمتها، لانه غيقدم واحد الخدمه كبيره للمواطنات والمواطنين المغاربه، خاصه اننا كنشجعوا الاستثمار في مجال العقار. طيب بالنسبه للقاء ديال غدا اللي غادي يكون في مدينه سطات حول هذا الموضوع، كيفاش كتشوفيه انتيا؟ كنشوفو بادره جيده، وداكشي علاه اعاود تهنئه جمعيه الاخلاص اللي بادرات لهاد المهمه هذه، وهي مهمه غير سهله باش تشتغل على لقاء وطني. انا راني كندير العمل السياسي والجمعوي وكنعرف بانه راه من المتعب غير التكلفه الماديه، بعدا التكلفه اللوجستيكيه وباش تواصل مع الناس وباش هاد الناس يجيوك. هذا الى جانب ان اللقاء كيتضمن واحد المجموعه ديال المتدخلين، هناك ممثل على العمران، ممثل على وزاره السكنه، هناك شخصيات مهمه حقوقيه. انا كنتوقع النجاح لهذا اللقاء الوطني، وبلانه غادي يخرج بواحد التوصيات ومخرجات ديالو غتكون من الاهميه لنا. بلاش كنت قلت ربما غتكوني حاضره فيه غدا؟ ان شاء الله، الله يقدرني. لولا ان قانون الماليه تاخر للجمعه، الحمد لله ملي تاخر اذا انا حاضره غدا ان شاء الله. غتكوني حاضره معاه ان شاء الله؟ اذا غدا ان شاء الله ربما اكيد غادي ناخذ من عندك الخلاصه ديال هذاك اللقاء اللي غادي يكون. ان شاء الله ان شاء الله، الله يقدرني الله يقدرني. شكرا، وهذا هو المفروض في الناس بحالكم الاستاذ الكريم. العفو. انكم تهتموا بالمواضيع الجاده والهادفه اللي كتقدم المحتوى الجيد للمواطنات والمواطنين. العفو استاذ، هذا واجب، وحنا دائما كذلك باسم جريده اصوات او اصوات مجموعه اصوات الميديا كنا نتقدموا لك دائما بجزيل الشكر، وشكرا كذلك مره اخرى على الاستقبال ديالك لينا هنايا وعلى فتح الباب ديال المكتب ديالك لينا هنايا، واكيد عطناك على الاشغال ديالك وخلنا الموكلين ديالك كيتسناوك، سمح لينا بزاف. وكلمه اخيره الا بغيت توجهها حره. شوف انا كنبغي بلادي، انا عزيز عليا المغرب، عزيز عليا مالكي، وعزيز عليا بنات بلادي ولاد بلادي. اي حاجه فيها الخير جو سوي بارتونت. هذا يعني حاطه قدامك العالم الوطني. ما تحيتش من حدايا، انا بنت هاد البلاد، كبرنا في هاد البلاد، كبرنا في ترابها، شمينا ريحه هواها، شمينا كبرنا مع الجدود، كبرنا مع العموم، مع الخوال. اي حاجه فيها مصلحه بلادي انا.